عند الكوارث الطبيعية لا يمكن لأغنى الحكومات أن تلبي احتياجات المنكوبين من دون دعم المبادرات الأهلية. هنا تظهر مشاعر الوحدة الوطنية والأخوة والانتماء، وقد ظهرت بالفعل في المغرب. قسما بالله إلى هذه الميزة هذه كاينة غير في المواطن المغربي والمواطنة المغربية. هذه القيم ديال التضامن والتآزر والتعاون اللي بينوا عليه المغاربة تتفوق حتى على شنو انت كتخيل. والله لا كنفتخر أنا مغربي، أقسم بالله يعني كيحصل لي الشرف أنه أنا مغربي. هاد الزلزال اللي وقع في المغرب خلانا نحزنوا على خوتنا اللي ماتوا، ولكن اللي كيوقع دابا راه ما يمكنش الخوت، راه تبوريشه. تفاجأت وتبورشت بكميه الناس اللي باغا تعاون. توافد الناس الى المحلات التجاريه لشراء المواد الغذائيه من جيوبهم والتبرع بها للمتضررين من الزلازل. شتو الشعب المغربي في التحديات كيفاش؟ شو بارك الله، شو الخير. شتو اللحمه كيفاش دايره؟ وكل شيء ناط تعاون، صغير كبير اللي عنده واللي ما عندوش. ما عنديش باش نعاون الخدامه، نعاون بهذا. الكل يساعد بطريقته، من لم يشتري مثلا سخر سيارته لايصال المساعده. زيد السياره رقم 10، ما شاء الله. مالي الطاكسيات واقفين واحد مورا واحد، كيقول لهم اللي بغى يمشي لشي بلاصه مرحبا فابور. كلشي ناض كيعاون، المغاربه اللي في المغرب، جاليه المغربيه. انا اليوم فاجئتوني والحمد لله، وصلنا لجوج ديال لي كونتينر، معدات طبيه، مستحقات نتاع الاطفال، لي كوش، الادوات ديالهم، الالعاب، الملابس، كلشي عندنا الحمد لله. المغاربة قادرين يعطيوك درس في أي شيء. ولد صغير يطيح في حفرة بحال ريان يعطيوك درس. قسما بالله نجبدو ولا ما جبدتوش قدام هاد الناس، قولي انت ماشي راجل وجاي من كازا. قسما بالله ولكن ما كيبغيوش، كيقول لك يعني هو ضايع ونزيدو نضيعوك. لو كنا دابا عيا كنعرفوه كنشوفوه ميت، ما يبقاش فينا الحال هاي دابا، ولكن كتشوفو يعني باقي برو. يشاركوا في كأس العالم يعطيوك درس. وعند كل انتصار كان لافتا جدا للعدسات العالمية لجوء اللاعبين أولا إلى أحضان أمهاتهم. هذه المشاهد وصفها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ببر الوالدين. الوطن العربي كله ملتف حوالين أسود الأطلس، مش بس علشان إن هما بيكسبوا، لا، إذا ضربهم زلزال يعطيوك درس. في كاع المناسبات سواء كانت حزينة وأليمة ولا مفرحة ولا سعيدة، دائما المغاربة يقدمون دروسا للعالم. فما صف عمال يتوال في المغرب، في المدن الكل، هذا المشهد الخارق العادة هو حملة التبرع بالدم، آلاف وآلاف المغاربة شادين الصف، وهذا نقول لهم راهو هذا المشهد هو يمثل تاج على رؤوسكم يا أخوتنا المغاربة. وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته حفظه الله الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة. عاش الملك. وهذا الشيء اللي راهم يديروا العالم كامل يهضر. فما هبة تضامنية عالمية من قطعة النظير. أعربت عدة دول عربية وغربية عن تضامنها مع المغرب. عمري ما ريت أنا هذه الهبة في كل بلدان العالم، خاصة البارح قبل المباراة والحاجة ذيك الدقيقة ريكويمون، ترحم على ضحايا ومصابي الزلزال. والحاجة اللي فرحتني أقسم لكم بالله هي الريفيزي فرنسا. Heureusement que le Maroc a refusé l'aide de la France parce que Macron dans sa tête il se croit maître de l'Afrique. كيحسب له اللي هو اللي حاكم لافريك كاملة. ماكرون نشر مقطع فيديو وجهه للمغاربة. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains. عطينا بتي صحنا بالله الشرع معاه. ومحاول. وماكرون. صحافة ديالهم غيجريو علاش ما قبلناش؟ ما قبلكمش اخويا من الاخر. لا مع شعب وبركات عليه، واش ندير بكم نتوما؟ قال لهم ما محتاجكمش، شكرا، عندي الشعب ديالي. نو بارلو لو لانغاج دي زابروديسمون والتطلع الى المستقبل. فو بارلي لو لانغاج دي سيفلمون. نو بارلو لو لانغاج دو لامور اي لا فراترنيتي. فو بارلي لو لانغاج دي جيفلي. عاش الملك. عطيه العصر.
منذ الزلزال الملك محمد السادس يرفض الإجابة على الاتصالات الهاتفية ديال ماكرون. ما حدش يتصل يصوني وما كانش اللي يجيو. ما حدش يتصل يا أولادي الوسخة. ما نديرو بيه ضرب راسك معاه. وأكدت ذلك وزيرة الخارجية ديال فرنسا. فطبيعة الحال حرض وسائل الإعلام دياله أنها تهاجم المغرب. وجاءت العناوين هجومية بالنسبة لملك المغرب، السياسة تسبق الإنسانية. يا سلام يا أخي، والله العظيم أخلاقك العالية دي احرقت ميتين اهلي. ايوا ما يخلطوا يبغوا يديروا لهم مشاكل في البلاد يبغوا ما يقدروش. الشعب هذا متلاحم عمليكم ما تقدرولوش. المغرب قبل عروضا من 4 دول فقط. بالنسبه لهذا الخبر ديال واخيرا تم قبول مساعده الجزائر الى المغرب، ما كايناش منها الاخوه. الجزائر لم تساعد المغرب والمغرب لن يحتاج مساعده الجزائر. يا بعدي من العار العار العار. ومن هذا الشيء كامل اخويا رجعوا السيد الوالدي القصره هذاك اللي مجدود 18 شهر على قبل انه دخل داك البحر المعفن ديالكم. ونهار المغرب طلب بالجثمان ديال داك الدري باش يتدفن حدا الاهل ديالو، طلبوا 40 مليون باش يصيفطوا لينا الجثه ديالو، وباقي شادين واحد في الحبس. شادين ولادنا احياء وامواتا، وجاي انت باغي تداوي ليا واحد في مراكش وتهزوا عندك الداوي. كيف يعقل؟ علاه من كضحكوا؟ حنا لا نتوما لا منكم فرنسا ما قابلينهمش يدخلوا عندنا. نهار عاونتو تونس باقي ليومنا هذا كتجبدوها اليوم. اقسم بالله العلي العظيم لو كان المغرب قبل المساعده ديال الحكومه الجزائريه قاصما بالرب الى 2090 وغادي يبقاو يجبدوا لينا في هذه المساعده. الحكومه الجزائريه والحكومه الفرنسيه ما كنتسناو منكم المساعده لا والو. حنا ما نحتاجوش شي واحد يقدم لينا المساعدات، حنا شعب كيساعد راسه وبراسو. متعاون ما محتاج حتى لشي دولة، ما محتاج حتى شي واحد. وكنتسطاو على بلادنا وكنحماقوا على مليكنا. وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك.